هلا وحبايب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير، مشتاقه لكم هوايه. رمضان كريم عليكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله يا رب، ينعاد عليكم بالصحه والسلامه وتحقيق الاماني، وان شاء الله يا رب يوفق الجميع ويستر على الجميع. طبعا اليوم راح اسوي لكم تمر باربع نكهات مختلفه، شكله كلش كيوت وحلو هيك على السفره برمضان، وراح اسويه يعني بطريقه كلش مبسطه وسهله، ما راح استخدم بيه هوايه كلش مكونات واعقد الامور، فان شاء الله يا رب يكون المكونات سهله وبسيطه. اول شيء راح استخدم هذا التمر، التمر العراقي. دائما استخدموا التمر العراقي لانه باقي النوعيات، يعني مثلا عندكم هذا التمر السعودي عباره عن رمل، يعني قبل ما اطبخه يعني قبل ما ناكله العفو لازم اغسله، فالايراني هماتين ما طيب. اطيب شيء هو التمر العراقي بامتياز، وهذا التمر فلسته ويعني طلعت من عند النوى، راح اضيف له هيل وراح اشوحها شوية، هيل وزيت، وراح اشوحها على النار. وطبعا تقدرون تضيفوا له، ما راح اضيف له هواية اشياء، راح اضيف له بس راشي وهيل. انتو تقدرون تضيفوا له الاشياء اللي تعجبكم، اكو ناس يضيفون زبدة اللوتس، هاي هنا ضفت له شوية مي لانه التمر قوي كلش، فضفت له مي على مود يصير لين، وهنا ضفت له راشي. فمثل ما قلت لكم انتوا ضيفوا الشيء اللي يعجبكم، اكو ناس تضيف مثلا زبدة اللوتس، اكو ناس تضيف بسكت مطحون او كاكاو باودر او نوتيلا، انتوا النكهة اللي تعجبكم ضيفوها. طبعا الراشي اضيفه من بعد ما اشوح التمر، يعني مو من البداية اضيفه، لا، لما احمس التمر ويوصل لهيج مرحلة يلا اضيف الراشي. وهسه اني النكهات محضرتها مسبقا راح اشوفكم اياها. وبالنسبة للنكهات عندي مبروز جوز الهند، جوز، سمسم، وفستق أبيض. الفستق الأبيض راح أحوله إلى فستق أخضر. جبت هذا الصبغ وهو قديم عندي يعني من زمان، وراح أصبغ به الفستق الأبيض وأحوله إلى فستق أخضر. مثل ما تعرفون الفستق الأخضر كلش غالي، يعني مو معنى نستخدمه بكميات كبيرة، يعني سعره بسعر الذهب. فش راح نسوي؟ راح نجيب فستق ابيض ونصبغه بهالشكل هذا. شوفوا يعني انا جبت لكم فكره جديده ولو هي مو جديده، هي كلش قديمه وهوايه مطروقه، بس يعني حتى ما تقولون فدتكم بشي، جوز ممكن كلكم تعرفون هاي المعلومه. المهم فهنا خففته بشويه مي، مثل ما تشوفون على مود ينتشر اسرع ويصبغ يعني اخف، يكون خفيف يعني ما يصبغ قوي. وهيج راح ابقى اقلب بيه لحد ما ينصبغ كله ويتحول الى فستق اخضر. وهسه بلشت اسوي كرات التمر. طبعا بللت ايدي بشويه مي ولبست جفوف، بس ما مسيطره نهائيا بالجفوف، يعني الجفوف كبار فعلى الاغلب راح انزعهن. طبعا بالنسبه للتمر غني بالفيتامينات وغني بالمعادن، ويقولون العلماء انه هو يقوي الهاله مالت الانسان. شايفين هاي الهالة اللي تحمي الإنسان اللي داير مدايرة؟ فالعلماء يقولون إنه التمر يقوي هاي الهالة. وطبعا التمر ذاكري أهل البيت، وذاكري يعني مذكور بأحاديث الرسول عليهم أفضل الصلاة والسلام، مذكور بفوائده الهواية. وأعتقد إنه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه التمر أكلوه أعداد فردية، واعتقد انه التمر انا ما متاكده او ناسيه، يعني اذا تردون انتم بحثوا وتاكدوا عن الموضوع، انه التمر يحمي من الجن ويقوي طاقه يقوي العفو هاله الانسان، وبالاضافه الى بهوايه فوائد وبهوايه فيتامينات، والسكريات اللي بيه مضر، يعني حسب ما يقولون العلماء انه السكريات اللي بيه مضر مو مضر لجسم الإنسان، لذلك التمر يعتبر فد كنز رباني للإنسان، وبنفس الوقت هو متوفر هواية عندنا وسعره كلش رخيص. المهم فسويت النكهات، بقت آخر نكهة اللي هي يعني هاي الجوز، راح أحشيها بالجوز، يعني أسويها عادية هو التمر عادي، بس مجرد أنه أحشيه بالجوز بهالشكل هذا. طبعا اهلي يجمدون التمر، يعني يسووه هيك كرات ويجمدوه بالمجمده، اقول لهم مثلا ما يخرب، يقولون لا يعني ما يخرب ابد، يعني هيك من يريدون يستخدموه يطلعوه من التجميد ويتركوه يموع وبعدين ياكلوه عادي، يقولون ما يتغير طعمه. المهم حبايبي بهيج نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، اتمنى ان شاء الله يا رب حبيتوا الفيديو، الالوان حلوه كيوت
والتمر شكله كيوت، فهسه راح اضمه بهاي العلبة واحتفظ بيه بالثلاجة. تقدرون تسوون كمية كلش كبيرة وتحتفظون بيها بالثلاجة ولو الفيديو اجى متأخر يعني. فالمهم معذروني على التأخير، بس لأنه أنا جيت ببيت أهلي وجيت يعني قبل كم يوم رجعت، فلذلك ما قدرت أسوي أي شيء، لا فيديوهات ولا أي شيء لكم، بس إن شاء الله على أيام جاية أسوي لكم. بس حبايب بيش نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى إن شاء الله يا رب حبيتوا الفيديو استفاديتوا منه. إذا شفتوا مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، أشوفكم في فيديو جديد ومع ألف سلامة.